السلام عليكم. بمناسبة عيد الفطر أتمنى لكل إخواني المسلمين عيدكم مبروك وتعيدوا بالصحة والسلامة والعافية. أتمنى من الله كذلك يغفر لنا ويعفو عنا ويسلم كل الأمة على هذا الوباء اللي صار عنا. إن شاء الله نعيش في السلامة إن شاء الله. نتمنى من الله وأقول كذلك الله يرحم الشهداء في فلسطين وإن شاء الله السلم في كل الأمة المسلمة إن شاء الله يا رب. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم.